الكوادريسبس فيموريس دول 4 ماسلز مع بعضيهم، واحدة مغطية في النص اسمها ريكتاس فيموريس، بعدين 3 فاسس لاتراليس وفاسس ميدياليس وفاسس انترميدياس، هنا متشالة الريكتاس اهي مقطوعة من هنا وهنا. المسل دولت اسمهم كوادريسبس فيموريس مسل. لو جينا للأورجن بتاعهم، في عندي الكوادريسبس ليها تو هيدز اهي، ستريت هيد وريفلكتد هيد. الستريت هيد بتطلع من الانتيرو انفيرو الياك سباين هنا، الريفلكتد هيد بتطلع من الامبريشن اباف ذا اسيتابولم جلوتيال سيرفيس اوف ذا اليوم، امبريشن اباف ذا ايه اسيتابولم كده. دول تو هيدز، واضح ان الريكتس فيموريس طالعه من الهيب بون من الاليوم، على عكس التلاتة التانيين اللي هم فاستس ميدياليس وفاستس لاترال فاستس لاترالس وفاستس ميدياليس والفاستس انترميدياس. ادي فاستس لاترالس ميدياليس والانترميدياس، دول طالعين منين؟ من الفيمر. المهم ان الاربعة ماسلز دولت، واحدة طلعت من الاليوم وثلاثة طلعوا من الفيمر، يعملوا كوادريسبس تندون. ده التندون ده اسمه كوادريسبس تندون، بيجي ده يمسك في الباتيلا يتقسم، يحضن الباتيلا على الانتيرو سيرفيس بتاع الباتيلا والبوستيرو سيرفيس بتاع الباتيلا، فيمسك الباتيلا ويعمل ليجامنت ايه اسمها ليجامنتم باتيلي. الليجامنت دي اللي سماها ليجامنتم باتيلي تمسك في التيوبروزيتي اوف ذا ايه تيبيا. الاربعه ماسلز دول الاكشن بتاعهم يعملوا اكستنشن في الني، لكن الريكتس منها طالعه من الاليوم من فوق عشان كده تعمل فليكشن في الهيب، يبقى كلهم يعملوا اكستنشن في الني، ودي لوحدها تعمل فليكشن فين؟ في الهيب. طبعا الكوادريسبس ماسل دول ياخدوا نيرف سبلاي من الفيمورال نير. المصل اهي، ادي الريكتس فيموريس اهي، زي ما احنا دي ريكتس فيموريس اهي اللي هي احنا شايفينها دي، ودي الفاسس ميدياليس ودي الفاسس لاتراليس، ولما تتشال الريكتس يبان دي الفاسس ايه انترميدياس. الريكتس اهي طالعه من الاليوم، الستريت هيد طالع من الانتيرو انفيرو اليك سباين، ريفلكتد هيد طالع من الامبريشن اباف ذا ايه اسيتابولم هنا، تل استابولم طالع من الامبريشن اباف ذا استابولم، وادي كلها على بعضها. نيجي فاسس ميدياليس ولاترالز والانترميدياس دي واخدين من الفيمر، كل دول عملوا كوادريسبس تندون، حوط حوالين الباتيلا يعني من انتيرو سيرفو بسيروس، والعمال ليجامنتم باتيلي مسك هنا في التيوبروست بتاع الايه التيبي. الريكتس تعمل فليكشن في الهيب، كلهم على بعضهم يعملوا اكستنشن في الني. الاربعه ماسلز دول بياخدوا نيرف سبلاي من الفيمورال نيرف. الاورجن هنا واضح قوي، لو خدنا واحده واحده فاسس اول حاجه ناخد الريكتس، الستريت هيد طالع من الانتيرو انفيرو اليك سباين، الريفلكتد هيد طالع من الامبريشن اباف ذا ايه اسيتابولومان. نيجي بعد كده الفاستس لاتراليس طالعه من الابر بارت اوف ذا انتر تروكانتريك لاين، ده الانتر تروكانتريك لاين طالعه من الابر بارت اوف ذا انتر تروكانتريك لاين، الروت اوف ذا جريتر تروكانتر اهو، يعني ترجع تلف هنا اهو تطلع، ادي الابر بارت اوف ذا انتر تروكانتريك لاين والروت اوف ذا جريتر تروكانتر، تيجي من ورا اللاترال بوردر اوف ذا جلوتيال تيوبروسي، ادي اللاترال بوردر اوف ذا جلوتيال تيوبروسي. بعد كده تمسك هنا في اللينا ايه اسبرا، ادي في اللينا اسبرا اهي، يبقى دي الفاستس ايه لاترالس. لما نيجي للفاستس ميدياليس هنا تطلع من اللور بارت اوف ذا انتر تروكانتريك لاين اهو، وتمشي في وتمسك بعد كده في السبايرال لاين هنا، وبعدين تمسك في اللينا اسبرا، وبعدين تمسك في الميديال سوبرا كوندايلر ايه ريدج، يبقى دي الفاستس ايه ميدياليس اللور بارت اوف ذا انتر تروكانتريك لاين والسبايرال لاين اهو، وبعدين اللاترال ليب الميديال ليب اوف ذا لينا ايه اسبرا والميديال سوبرا كوندايلر ايه ريدج، ده الفاستس ميديالس. فاستس انترميدياس بتطلع من الانتيرور سيرفيس والانترو البوسترو ميديال بوسترو لاترال سيرفيس، هنا من طلع هنا كل الماسل دي اللي هي من الانتيرور سيرفيس اللي هي من ابر تو ثيرد of the anterior surface of the of the femur, shaft of the femur, the vastus intermedius muscle.
الاورجن اهو الريكتس فيموريس anterior inferior like spine, the straight head reflected head, impression just above the acetabulum, vastus lateralis, upper part of the intertrochanter incline, root of the greater trochanter, lateral lip of the gluteal tuberosity, lateral lip of the lena aspera. The vastus medialis extending line extending from lower part of the intertrochanter incline, وبعدين spiral line اهو, وبعدين medial lip of the lena aspera, وبعدين ميديال سوبرا كوندايلر لاين. الفاستس انترميديت طالعه من الابر تو ثيرد من الانتيرور ولاترال سيرفيسز اوف ذا فيمر. ابر تو ثيرد من الانتيرور ولاترال سيرفيسز اوف ذا فيمر.